جامعة النهضة أول جامعة خاصة في صعيد مصر، وواحدة من أهم المؤسسات التعليمية التي تشكل إضافة هامة لقطاع التعليم العالي في مصر. من يوم إنشائها سنة 2007 وجامعة النهضة تلعب دوراً هاماً في المجال التعليمي للمرحلة الجامعية، ساعد على ذلك موقعها المتميز في شرق بني سويف مع ما تملكه الجامعة من إمكانات مادية وبشرية ساعدت على تميز هذا الأداء. وقد امتد دور الجامعة وأثرها إلى البيئة المحيطة، فشهدت المنطقة طفرة حضارية غير مسبوقة شهد لها الجميع. تضم الجامعة 8 كليات تقدم خدماتها التعليمية في مصر، وهي كلية إدارة الأعمال، الصيدلة، طب الفم والأسنان، علوم الحاسب، الإعلام والعلاقات العامة، الطب، الهندسة، والعلاج الطبيعي. كلية طب الفم والأسنان هي أول كلية خاصة لطب الفم والأسنان بالصعيد. الكلية تتبع أحدث الأنظمة في البناء والتجهيز والتنظيم. تتميز الكلية بوجود مستشفى طب الفم والأسنان التعليمي المجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانات في مجال طب الفم والأسنان، وتعتبر فرصة هامة لمساعدة المجتمع المحلي في بني سويف وتدريب الطلاب على أعلى مستوى لاكتساب الخبرة اللازمة لسوق العمل. والأهم هو توقيع الكلية لشراكة مع جامعة فيينا الطبية الأكبر والأعرق في أوروبا على المستوى الأكاديمي والعلمي والتبادل الطلابي. كلية الصيدلة تتبع الكلية أحدث الوسائل في التدريس والتعليم، وتتميز بوجود نخبة مختارة ومتميزة من أعضاء هيئة التدريس. وتضم الكلية عدد من المعامل المتخصصة في كل الأقسام والمجهزة بأحدث التجهيزات وعلى أعلى المستويات، مثل معمل المايكروبيولوجي، تصميم الأدوية باستخدام الكمبيوتر، المصنع التجريبي للأدوية، وبيت الحيوان لإجراء التجارب المعملية على الحيوانات. كلية الهندسة أصبحت كلية الهندسة بجامعة النهضة من الأهم في مصر والصعيد بعد مساهمتها الكبيرة في عملية التنمية العمرانية بمحافظة بني سويف من خلال مكتب الكلية للاستشارات الهندسية. وتضم كلية الهندسة 6 أقسام دراسية، وهي الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة الاتصالات والحاسبات، هندسة الميكاترونكس، هندسة ميكانيكا الإنتاج، وهندسة الكهرباء والطاقة المتجددة. كما تضم الكلية عدد من المعامل والورش المتطورة والحديثة المجهزة بأحدث التقنيات في مجال الهندسة. وتتعاون هندسة النهضة مع عدد من الجامعات العالمية الكبرى في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كالجامعة التكنولوجية ببني سويف التي يجمعها مع كلية الهندسة بروتوكول تعاون في مجال التدريب. كلية علوم الحاسب هي الأولى من نوعها في الصعيد، وإضافة مهمة لمجتمع التعليم العالي في مصر. تمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات، بحوث العمليات، ودعم القرار. كما يتوفر بالكلية مجموعة من المعامل المتميزة والمجهزة على أعلى مستوى، مثل معمل مايكروبروسيسور، معمل تطبيقات المحمول، معمل الدوائر المنطقية، ومعمل روبوت. وتوفر الكلية لطلابها فرص التدريب في أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، منها هواوي وأبتك، وهو ما يؤهل خريجي الكلية للحصول على فرصة عمل متميزة بالهيئات والشركات العالمية والمحلية. كلية الطب هي أحدث كليات الطب في مصر وأهمها نظراً للمستوى التعليمي المتطور الذي تقدمه الكلية لطلابها وشراكتها مع جامعة فيينا الطبية العريقة في الإشراف على البرنامج التعليمي، مما يضمن الالتزام بالمتطلبات الأوروبية والعالمية. تستهدف الكلية تخريج أطباء على كفاءة عالية قادرين على تقديم وتطوير الرعاية الطبية للمريض في مصر والشرق الأوسط. وقد تم تصميم المبنى الأكاديمي للكلية طبقاً لأحدث المعايير الدولية، هذا بالإضافة إلى المستشفى التعليمي المنتظر افتتاحه خلال عام 2022 الذي يسمح بتقديم خدمة طبية مميزة للمجتمع المحلي وتوفير المجال للتدريب العملي لدارسي كلية الطب منذ السنوات الأولى. كلية العلاج الطبيعي
تعتبر آخر الكليات المنضمة لمجتمع جامعة النهضة ومن الأكثر تطوراً في مصر والشرق الأوسط لتأسيسها بناءً على أعلى المعايير العالمية في نظم التعليم المعروفة في مجال العلاج الطبيعي. تمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الأساسية، العلاج الطبيعي للطب الباطني، العلاج الطبيعي لجراحة العظام، العلاج الطبيعي لأمراض وجراحة الأعصاب، العلاج الطبيعي لطب الأطفال وجراحتها، العلاج الطبيعي لأمراض النساء والتوليد، والعلاج الطبيعي للجراحة والحروق. وتتبع الكلية المعايير الوطنية والدولية للتعليم العالي، كما تتميز بوجود معامل مجهزة بأحدث الآلات والأجهزة لتدريب الطلاب بأحدث بروتوكولات العلاج في جميع أنحاء العالم. أما كلية الإعلام والعلاقات العامة فهي الوحيدة من نوعها في صعيد مصر التي تضم 4 تخصصات دراسية مميزة، وهي الإذاعة والتلفزيون، العلاقات العامة والإعلان، الصحافة، الإنترنت والنشر الإلكتروني. وتتميز الكلية بالتعاون مع المركز الإعلامي لجامعة النهضة، والذي يضم استوديو إذاعي وتلفزيوني مجهزين بأحدث الأجهزة والتقنيات، ويتم من خلالها بث راديو وتلفزيون النهضة على شبكة الإنترنت. كما تتميز الكلية بوجود معمل للوسائط المتعددة للتدريب على أعمال المونتاج والجرافيك والتصميم الإلكتروني، بالإضافة لجريدة النهضة لتدريب الطلاب على مهارات العمل الصحفي، إلى جانب توفير فرص التدريب المختلفة في أهم الصحف والقنوات الفضائية المصرية التي تتعاون مع الكلية. كلية إدارة الأعمال. شهدت كلية إدارة الأعمال عملية تطوير كبيرة على المستوى الأكاديمي والعملي بشراكتها مع جامعة نورثن كنتاكي الأمريكية في المجال الأكاديمي والتبادل الطلابي. وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق والتجارة الإلكترونية، وإدارة البنوك وسوق المال. وتعتمد الكلية على آلية جديدة في التعليم، وهي التعليم المرتبط بالمؤسسات من خلال عقد شراكات وبروتوكولات مع الشركات والمصانع لتحسين جودة العملية التعليمية وربطها بالواقع، إلى جانب التعاون مع أكبر البنوك المصرية في توفير فرص التدريب لطلاب الكلية. وفي إطار تطوير العملية التعليمية في جامعة النهضة، تتم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة الذي تطبقه أغلب جامعات العالم. كما قامت الجامعة بإنشاء نظام الدعم الإلكتروني للتعلم LMS بهدف زيادة الفعالية التعليمية، هذا بالإضافة إلى وحدة اللغة الإنجليزية والتي تهتم بإكساب الطلاب لغة تمكنهم من المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً. وتتميز الجامعة بوجود مكتبة لكل كلية مزودة بأحدث المراجع العربية والأجنبية، بالإضافة إلى خدمة المكتبة الإلكترونية وشبكة الواي فاي التي تغطي كافة أرجاء الجامعة. كما أسست الجامعة مكتباً للشؤون الدولية والثقافية من أجل تعزيز دور الجامعة على المستوى العالمي وبناء شراكات مع الجامعات والمعاهد الدولية. وبجانب اهتمام الجامعة بتقديم خدمة تعليمية متميزة، تهتم الجامعة أيضاً بالأنشطة وتنمية مهارات الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه لهم، حيث تتميز الجامعة بوجود صالة جيم مجهزة بأحدث الأجهزة، صالة بلياردو، تنس طاولة، غرفة بلاي ستيشن، غرفة للموسيقى، غرفة تلفزيون، غرفة للمذاكرة، هذا بالإضافة إلى المساحات المخصصة للملاعب. وتنفرد الجامعة بوجود أضخم مسرح بالصعيد، والذي يضم أكثر من 620 كرسي ومجهز بأحدث التجهيزات الصوتية والضوئية، وتقدم من خلاله الأنشطة الفنية للطلاب مثل فريق الكورال وفريق المسرح. كما تقوم الجامعة بتنظيم حفلات فنية يحييها أشهر نجوم الفن في مصر والعالم العربي. كما تمتلك الجامعة مدينة جامعية للبنين ومدينة للبنات مجهزة على أعلى مستوى، حيث توفر كل خدمات الإقامة العصرية والآمنة لإسكان الطلاب، هذا فضلاً عن توفير الجامعة لمطعم وكافيتيريا ضخمة لخدمة الطلاب على مدار اليوم. كما يوجد بالجامعة مسجد مجهز على أعلى مستوى مكون من طابقين على مساحة 400 متر، ويتواجد بالمسجد خطيب لإقامة الشعائر بما فيها يوم الجمعة. وتوفر الجامعة خدمة الانتقال من وإلى الجامعة عن طريق أسطول من الأوتوبيسات الحديثة الخاصة بالجامعة، والتي تربطها بالقاهرة والعديد من المحافظات والمدن المحيطة، بالإضافة لتوفيرها وسائل للتنقل داخل الجامعة.
وخلال مراحل تحديث الجامعة تم الاهتمام بتطوير شكل اللاندسكيب القديم ليتحول شكل الجامعة بعد تطوير اللاندسكيب إلى ما يشبه المنتجعات السياحية بتغيير شكل البحيرات وتوفير العديد من أماكن الاستراحات للطلاب، تطوير مطاعم الجامعة لتضاهي شكل المطاعم الشهيرة، وتطوير السوبر ماركت وإعادة تنسيق المساحات الخضراء بما أضفى جمالاً عاماً على الحرم الجامعي. وتضم الجامعة قاعات تدريسية على أعلى مستوى بجميع الكليات، وتم الاستغناء عن الوايت بورد داخل القاعات واستبدلها بالشاشات الذكية والتي تعد ضمن أحدث طرق التدريس الحالية، إلى جانب زيادة سرعة الإنترنت بما يتيح للطلاب استخدام أمثل لشبكة الإنترنت، وتغطية الجامعة بشبكة متكاملة من كاميرات المراقبة بما يضمن أمن وسلامة الطلاب والعاملين. وتم تطوير وتحديث عيادة الجامعة لتكون مجهزة بالشكل الكامل بكل المعدات والأدوية وتوفير عدد من الأطباء المتخصصين، هذا بالإضافة إلى توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لحالات الطوارئ. جامعة النهضة، المستقبل بين إيديك، جيل جاهز لبكرة.